على اعتبار ان الاخ وزير النفط هو المشرف على الهيئه العامه للبيئه. الاخ وزير النفط، الهيئه العامه للبيئه للاسف الشديد وقفت حجر عثره امام تحقيق هذا المشروع. امام هذه الاولويه المستحقه لا يجوز للهيئه العامه للبيئه الاخ الرئيس ان لا تطبق قرار مجلس وزراء، قرار مجلس وزراء بازاله الاشجار، وانا اتحدث من مسؤوليه كفني كذلك. انا يعني مختص في الشؤون البيئيه. الاخ الرئيس، نستطيع ان نزيل الاشجار من موقع الف الى موقع باء. نستطيع 80,000 اشجار، احنا دشينا في تفاصيل في المجلس الماضي. اتمنى حقيقه في الاجتماع القادم يوم الخميس في وجود الاخ وزير النفط والاخ وزير الاسكان ان نحقق او ان نطبق قرارات مجلس وزراء. احنا وانا بشي قرار مجلس وزراء واضح، تكليف لجنه الهيئه العامه للبيئه لازاله هذه الاشجار، ونستطيع ان نزيل هذه الاشجار بطريقه علميه حتى نحقق طموح الشعب الكويتي. لا يجوز الاخ الرئيس لجهه من الجهات الحكوميه ان لا تطبق قرارات مجلس الوزراء لاي سبب. ولذلك يوم الخميس عندنا اجتماع باذن الله، هو المعضله الاولى والوحيده في تحقيق جنوب القيروان هي مشكله الهيئه العامه للبيئه. يجب على الهيئه العامه للبيئه ان تطبق قرارات مجلس الوزراء، وسنعينها فنيا وباذن الله سياسه. شكرا لك دكتور.